على بركه ان شاء الله. سيد الوالي مازال الخير والله ما نسوا. اسمع لنا سيد الوالي، اسمع خليني نبرد. اسمع الخيمه هي كي نروحوا تما الخيمه ما نهضروش، الخيمه نستقبلوا الضياف نتاعنا ياكلوا لاش الحبات هبطنا. شوف سيد الوالي، شوف سيد الوالي، انا راني فلاح وممثل اتحاد الفلاحين غضبان ظاهر. الله يبارك. احنا ماذا بينا سيد؟ ان شاء الله ما تكونش غضبان علينا. لا 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 فرحان والله غير فرحان. احنا سيد الوالي احنا درنا لك واحد الكتيبه بربي، ان شاء الله ماذا بينا تعقد معنا جلسه مع الفلاحين الاعيان هنا. احنا اليوم احنا جينا باركنا في تريسيتي، احنا لازم قاعده عندنا سيد الوالي. شوف عندنا الطرق، عندنا هنا عقد الامتياز، هنا الناس عندهم قرار، قرار برك استفاده برك سيد الوالي. والله للدرك عندنا الكواغت ما كانش، عندنا بناء الريفي درك باش نجيو نديروا بناء الريفي يا سيد. سيد الوالي بناء الريفي يقول لك روح جيب لي الكواغت. منين الكواغت؟ هاك عطيت لي كاغت، هذا كاغت ما يضمنش فيه كاغت. مشكل كبير يا سيد الوالي، عندنا المشكل خلاص خلاص. ودرنا درك سد بني هارون يا سيد الوالي، احنا عندنا القطره المليحه اللي كنا نشربوا له يقولوا له سد بني هارون معدي علينا 7 كيلو. اسمع سي غضبان، ممثل الفلاحين باختصار سيد الوالي، اولا نشكر سيد رئيس الجمهوريه على النعمه اللي راه وصلها لنا حتى مشروع ظل للمناطق الظل، وكما نشكر جميع السلطات اللي ساهمت وضوات علينا، شكرا جزيلا. ربي ان شاء الله يضويها عليهم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله. احنا سيد الوالي انشغالات كثيره، منطقه راهي مضروره جدا جدا. احنا باش ما نطولوش عليك، احنا عندنا لنا هو كتبنا لك على سد بن هارون، وهو الشغل الشاغل تاع منطقه السخنامه. او ذيك اللي هنا او في حتى رئيس من رئيس الجمهوريه الى ادنى مسؤول، هذه سي اطلع عليها مليح. وماذا بك حتى ما نطولوش عليك باش نطرحوا انشغالات، نقعدوا خمس ساعات وما نخلصوا انشغالات. احنا قدمنا قدمنا لك هاو طبنا احنا كجمعيات كاتحاد في العين كارشاد في الجمعيات، هاو طبنا تعقدنا لقاء نقعدوا معاك مع المديريين. موجودين في مزرعه منطقه العزله، اين اعطينا اشاره انطلاق يعني في الخدمه لكهرباء فلاحيه لربط 37 مستثمرة. إذن هذه من الانشغالات الأولى تاع السيد رئيس الجمهورية، ألا وهو باه يكون الفلاح في إرياحية. أولا يعني المشكل الأول اللي يعاني منه الفلاح هو الكهرباء، وحنا في أولويات في يعني في حل مشاكل تاع الفلاحين، خاصة الكهرباء الريفية، فتح المسالك الفلاحية، والماء خاصة يعني حفر الأبار لاستدل الفلاحين باش يكونوا يعني يزولوا المهام تاعهم يعني في إرياحية. اليوم إن شاء الله بدينا في هذه المزرعة هذه ويكون فيه الخير إن شاء الله، فيه برنامج متواصل.